بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحقيقة ما يحدث في لبنان والعربدة الإسرائيلية اللي ليست لها حد، تلك الهمجية التي تحميها الولايات الأمريكية، خرج منذ قليل الرئيس الأمريكي بايدن في آخر ظهور له تقريبا يعني على العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعني كما قال فيه شاعر: برز الثعلب يوما في الثياب الواعظين فمشى في الأرض يهدو ويسب الماكرين. في الآخر القصيدة بيقول لك: مخطئا من ظن يوما أن للثعلب دينا. الحقيقة لولا الخرطوم الأكسجين اللي بتمد الولايات المتحدة الأمريكية به نتنياهو وإصابته الإجرامية، ما استطاعت أنها يعني تستمر، يعني تستمر الأسبوع. نتنياهو وإصابته عايزين يروحوا لبنان يقتلوا ويعملوا ويرجعوا المستوطنين اللي في الشمال، بينما نتنياهو بقيله سنة مش قادر يستعيد 100 رهينة عند حماس. هتكلم على لبنان بعد شوية، بس الحقيقة الشيء مقزز، شيء مقزز وفي شديد القرف أن نعيش في تلك الأيام هذا الكيان البغيض المختلف تماما شكلا وعقيدة وسلوكا وكل شيء عن المنطقة اللي عايش فيها أو يحتل جزء فيها، والمنطقة كلها دول قوية وغنية وعندها نفط وعندها أسلحة وعندها جيوش. الحقيقة حتى ما فيش دولة من الدول اللي عاملة علاقات مع إسرائيل فكرت تسحب السفير، مش هقول تقطع العلاقات. شيء مخزي قوي الحقيقة. يعني هتكلم بعد شوية على ما حدث في الأمم المتحدة لأن كانت فيه كلمات رائعة، بس أنا الحقيقة قبل ما ندخل في حكاوينا بتاع البرنامج أنا بطرح على حضراتكم سؤال وأرجو أن أتلقى الردود على صفحة البرنامج، وأرجو أن الزملاء يحطوا لنا صفحة البرنامج على الشاشة لو سمحتوا. حضرتك ادخل على الفيسبوك واكتب حضرة المواطن مع سيد علي هتلاقي الصفحة موجودة. بطرح سؤال عايزين نفكر فيه سويا: ايه هو المبلغ او الراتب الشهري العادل اللي بيكفي لتأسيس عيلة من 4 أفراد ولدين في مدارس حكومية، يعني الأب والأم وولدين في مدارس حكومية، كويس؟ ايه المرتب العادل او ايه المبلغ اللي يعيش الاسرة دي، مش هقول عيشة محترمة ولا فخمة ولا حاجة، عيشة متوسطة، بس بشرط حضرتك وانت بتكتب المبلغ قول لي هيدفع ايجار كذا ويدفع كهرباء كذا ويدفع بنزين كذا ويدفع مواصلات كذا ويدفع كذا كذا، واعمل لي المبلغ في الاخر، لان هناك في اختلافات، وربما لو قدرنا ان احنا كجمهور كناس كمواطنين ان احنا نحط ايدينا على الوجع بتاعنا وبعدين نترجمه ازاي نحله الحقيقة، ربما يبقى المسألة الحقيقة نقدر نقول للحكومة وللدولة ان ده المبلغ الحد الادنى لكل حد. مرة تانية سؤالي: ايه هو الراتب الشهري العادل الذي يكفي لتأسيس عائلة من 4 أفراد، زوج وزوجة وعنده ولد وبنت أو طفلين يعني موجودين في مدارس حكومية؟ من فضلكم حطوا لي صورة الصفحة على الشاشة يا أساتذة لو سمحتوا، صورة حضرة المواطن، اكتبوا لنا وبعتونا على الصفحة الحقيقة، وأنا طول الحلقة هعمل ده وهشوف إجابات حضراتكم. الحاجة التانية إن كل حلقة إن شاء الله يبقى عندنا سؤال، هيبقى السؤال ده على الهواء ان شاء الله، هنحطه على كل حاجه، هنحطه على الانستجرام وهنحطه على الصفحه وهنحطه على التيك توك وهنحطه على كل حاجه، هيبقى في عندنا سؤال عايزين نتفاعل مع بعض نشوف ازاي القضايا بتاعتنا نفكر فيها ونتكلم فيها بصوت عالي. ان شاء الله النهارده هنبدا من النهارده بس هنحطها على الصفحه، انما من الاسبوع الجاي ان شاء الله من يوم السبت هنحطها على كل وسائل التواصل. في خبر عامل ضجه الحقيقه، والضجة ليس لأن الخبر الحقيقة خبر يعني تشكيل إعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، خلينا أكلمكم بصراحة، إنما الخبر لأنه تم تعيين يوسف بطرس غالي عضو في هذا المجلس. الدكتور يوسف بطرس غالي سواء البعض قبل أو البعض رفض، هو كان واحد من
المراكز المهمة جدا في حكومة ما قبل 25 يناير، والحقيقة كانت له وجهة نظر ونجح في أشياء كثيرة منها. عمل مثلا وسع القاعدة الضريبية قوي قوي، خفض وعمل إصلاحات ضريبية فوسع القاعدة الضريبية قوي برغم أنه خفض الضرائب إنما كانت الحصيلة عليه. عايز أقول لحضراتكم برضو تتفق أو تختلف أن الحاصل أن الدولة المصرية قبل 25 يناير كان عندها خطة إصلاح اقتصادية وصل معدل النمو ل 7.5%، وقيل لو المسألة استمرت 3-4 سنين كانت المسألة مصر كانت عدت أشياء كثيرة جدا جدا. أنا الحقيقة بقول لكم الحادث ماليش دعوة باتجاهاتكم، أنتم مع ولا ضد 25 يناير، ثورة ولا دمار ولا خراب ولا فوضى، ده مسألة تجاوزناها والأيام جاوبت عليها. إذن المسألة كلها في إعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، وأنا أظن أن بيضم خبرة غير عادية. سؤالي الحقيقة والناس بتتكلم فيه، خليني أقول لكم، هو إيه علاقة المجلس ده بالحكومة؟ هو إيه علاقة المجلس ده بوزارة التخطيط؟ هو الدكتورة هالة اللي كانت وزيرة التخطيط، هو المجلس ده وظيفته إيه بالظبط؟ طب هل المجلس ده يشبه ما مؤسسة الحوار الوطني اللي الرئيس أمر بإعادة بتشكيلها؟ ويعني خاصة إن الهم الاقتصادي بدأ يبقى أكبر من أي فرد، والمشكلة والأزمة الاقتصادية في مصر محتاجة كل الجهود، وأي حد عنده حل يا ريت يشارك فيه. معايا على التليفون الحقيقة الدكتور حسن عيسى، حسين عيسى، المنسق العام للمجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، وأذكر حضراتكم أنه كان رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان السابق. دكتور حسين أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا فندم، مساء الخير. لا استسمحك تعالي الصوت يا فندم، أنا مش سامع. أهلا وسهلا فندم. أهلا وسهلا، مساء الخير. يعني مش عارف أقول لحضرتك مبروك، اختيار جيد جدا، مصر في أمس الحاجة لكل العقول الاقتصادية الحقيقة حتى نتجاوز تلك الأزمة إن شاء الله يعني بإذن الله. المجلس ده وظيفته ايه وايه وضعه الدستوري يا دكتور حسين؟ هو الحقيقه كان طلع قرار بانشاء المجالس المتخصصه، اربع مجالس: مجلس التنميه الاقتصاديه، ومجلس التعليم والبحث العلمي، ومجلس التنميه المجتمع، ومجلس الدفاع والامن القومي. وهذه المجالس هي تابعه لرئاسه الجمهوريه. بالنسبه للمجلس التخصصي المتخصص كان ليه قرار مهام، اولا ان هو بيرد على كل المكاتبات والمذكرات اللي بتيجي من قبل رئاسه الجمهوريه والراي العلمي والرد العلمي عليها. نمر اثنين، يضع توصيات بشان مجمل السياسات والاستراتيجيات اللي بتؤدي في النهايه الى رفع مستوى الاقتصاد وزياده مستوى التنميه الاقتصاديه. وطبعا توصيات المجلس تمة للحكومة بصورة أو بأخرى، ومجلس استشاري تابع لرئاسة الجمهورية، وده موجود في دول كتير أو فرنسا وألمانيا. هذا هنا وكامل جلسة. أنا هو الصوت فيه مشكلة، مش عارف من عندي ولا من عند حضرتك، وياريت مهندس الصوت بس يتدخل في المسألة دي. طيب يا دكتور، كان زمان في مصر فيما يسمى بالمجالس القومية المتخصصة، وهذه كانت تتبع رئاسة الجمهورية. هل تلك المجلس او تلك المجالس حضرتك اتكلمت عليها، هل هي شبيهه بالمجالس القوميه المتخصصه اللي كانت سابقا؟ هو الحقيقه قرار انشاء المجالس التخصصيه اللي صدر في 2017 خلى المجالس دي تحل محل المجالس القوميه المتخصصه. يعني المجالس القوميه كانت موجوده قبل 2014 كانت موجوده وبتعمل دراسات في مختلف المجالات. المجالس التخصصيه دي الاربعه اللي قلت لحضرتك عليها بتحل محل المجالس القومية المتخصصة من 2014. طيب التقارير بتاعتها يا فندم هل هتروح للبرلمان ولا للرئاسة ولا المجلس الوزراء؟ لا، هو طبقا حضرتك لقرار إنشائها بتتوجه إلى رئاسة الجمهورية، وطبعا الرئاسة بقى بعد كده بتبعت التوصيات إلى مجلس الوزراء اللي ممكن يتم تطبيقه يعني. أنا برضو الدكتور خلينا أقول لحضرتك أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عنده خبراء من كل الاتجاهات، ولكن قيل أنه طوال الوقت لم يكن لديه مستشار اقتصادي، ولما خرجت الدكتورة هالة قيل أنها لما تعينت المستشار الاقتصادي. فهل هذا المجلس
او يعني هل هذا المجلس هيبقى بمثابه المستشار الاقتصادي المخصص للرئيس عبد الفتاح السيسي؟ اقدر اقول كده يا فندم، يعني احنا كمجلس تخصصي للتنميه الاقتصاديه لو حضرتك نقرا المهام بتاعته يعتبر مستشاري مستشار اقتصادي لرئاسة الجمهوريه وللرئيس فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا، ودكتور هاله السعيد موجوده كمستشاره للشؤون الاقتصاديه، يعني في يعني بيكملوا بعض الاثنين. يا دكتور، وانت تعلم منذ كنت في البرلمان اننا لدينا عده هيئات اقتصاديه ربما تتجاوز ال 59 هيئه اقتصاديه، كثير منها بيحتاج لاعاده الهيكله، وفي كلام كثير جدا جدا قيل فيها، وفي يعني احد المشاكل المرجئه او احد الحاجات المرجئه زي يعني من الحاجات التقليديه المزمنه في مصر تلك الهيئات الاقتصاديه. نعم. هل عندكم في الاعتبار ان تكون في الاولويه لاعاده هيكله تلك الهيئات؟ ده يا فندم بالتاكيد لسبب بسيط جدا، ان انا شخصيا باشرف على رئاسه الامانه الفنيه لاعاده هيكله الهيئات الاقتصاديه، وده قرار طلع من الدكتور مصطفى مدبولي في يوليو الماضي قبل حتى المجالس المتخصصه، المجلس التخصصي. واحنا في لجنه عليا لاعاده هيكله الهيئات الاقتصاديه برئاسه رئيس الوزراء وعضويه بعض الوزراء، شكلت امانه فنيه اشرف برئاستها مكونه من مجموعه 15 خبير، بداوا فعلا نشتغل من بقالنا اكثر من شهر في عمليات اعاده الهيكله، لان الهيئات الاقتصاديه تمتلك امكانيات ضخمه جدا ولكنها في حاجه شديده الى البعض محتاج دمج، البعض محتاج ينفصل عن البعض الاخر، البعض محتاج يتحول لشركات قبضه، يعني في امكانيات كبيره لرفع مستوى الكفاءه وفعاليه هذه الهيئات. هل هناك جدول زمني لطرح خطة نبقى يعني نعرفها كلنا لأنها هتحلوا مشكلة كبيرة جدا، هل قدامكم خطة فترة زمنية حضراتكم تعلنوا عنها الحل لمشاكل تلك الهيئات يا دكتور؟ هو الحقيقة حاليا بنعمل تقرير أولي بشأن موقف كل هيئة وبنعرضه على الهيئة العليا، لو تم الموافقة عليه ممكن نحط خطة زمنية بقى لإعادة هيكلة كل الهيئات، لأن هذا الأمر يستلزم تشكيل مجموعة عمل من الهيئة من ناحية ومن الأمانة الفنية من ناحية تانية، للعملية فيها نواحي محاسبية ومالية وإدارية متشعبة. طيب أخيرا يا دكتور، بصراحة في البعض الآن أصوات ترتفع بأن روشتة صندوق النقد الدولي هي روشتة النكد الشعبي، وأنها الحقيقة يعني ربما تؤدي إلى أضرار وليس العكس. بوصفك واحد من الخبراء الاقتصاديين المهمين، كيف ترد؟ هل توافق على تلك المقولة أو إيه رأيك؟ الحقيقة لا أوافق على هذه المقولة لسبب، أنا قعدت كثيرا وكثيرا من 2016 لحد النهاردة مع بعثة صندوق النقد والبنك الدولي، والحقيقة البرنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج وطني وبرنامج مصري وافق عليه مجلس النواب، وهم بطلوا من زمان من أيام مشكلتهم مع ماليزيا إن هم يفرضوا على الدول وصفة محددة أو يعني خطة محددة، هم ليهم إحنا اللي روحنا لهم، إحنا عايزين دعم مالي وعايزين قروض ومنحونا هذه القروض، فهم بيراجعوا الموقف الاقتصادي كل 3 اشهر علشان يتاكدوا ان احنا قادرين على سداد القروض وفوائدها، انما خطه اصلاح اقتصادي وانضباط مالي هو بيقدم مقترحات، ولكن البرنامج هو برنامج وطني وانت اللي حاطه وانت اللي مقتنع بيه وانت اللي تملك تغييره وتملك تعديله، ده امر الحقيقه يعني لازم اكد عليه. هم بطلوا من زمان فرض اراء وحلول معينه لان ثبت فشل هذا الاسلوب مع دول كثيره. اشكرك شكرا جزيلا الدكتور حسين عيسى منسق عام المجلس التخصصي للتنميه الاقتصاديه. الحقيقه يعني لبنان الجميله اجمل المدن العربيه، الحقيقه يعني تلك اللوحه الجماليه والتراث الجمالي والانساني، بيتعين على العالم ان يمنع الهمج والتتر وأعداء كل ما هو جميل من تدنيسه الحقيقة، تلك الهجمة الإسرائيلية البشعة الحقيقة التي تستخف بكل شيء الحقيقة. وأنا عايز أقول الحقيقة أن هذا الصمت والسكوت كل مواطن في المنطقة العربية يعني وتلك الأنظمة العربية الحقيقة يعني هذا الصمت والسكوت العربي الحقيقة مخجل جدا جدا، يعني الحقيقة هذا نتنياهو اللي طايح ولا لان خلاص امريكا بتحميه بالفيتو في الامم المتحده، وهو عارف ان الدول اللي حواليه في المنطقه ولا هتعمل حاجه ولا حتى حد صاحب السفير ولا حاجه، بل ان المصيبه ان هناك قنوات عربيه
ربما تتبنى وجهة نظر درع أفريقي المتحدث الرسمي الإسرائيلي، بل أن هناك دول عربية ما زالت تتاجر مع الكيان الإسرائيلي. يعني الحقيقة، طيب إذا كان يعني هذا الهمجي بيمرح ويفعل هذا طالما شايف أحيانا السكوت علامة الرضا، هذا الصمت المخجل. أنا لا أتكلم عن دول ولا على حكومات، على الأقل أتكلم كمواطن عربي من المواطنين. يعني إلى متى؟ الحقيقة التخوف الكبير جدا جدا الحقيقة من هذا الصمت، لأنه يعني البعض بيرى أنه تواطؤ، أن البني آدم والعالم العربي بيتواطؤ على نفسه وعلى شقيقه وعلى التنكيل. يعني الحقيقة يعني كتير جدا بيرى نفسه أصبح مسخ ومهزوم. يعني الحقيقة كلنا مجموعة مهازيم للأسف الشديد. إنما التخوف الآن هو أن دخول إسرائيل في حرب شاملة ضد حزب الله في جنوب لبنان قد يكون الشرارة التي سوف تطلق حربا إقليمية واسعة تتجاوز لبنان وغزة وإسرائيل، عشان تكون في النهاية هي حرب الكل ضد الكل، وذلك عندما يدخل على خطها العديد من الدول والحكومات والميليشيات الطائفية المسلحة التي تم تسليحها وتدريبها وإعدادها لهذه الأدوار القتالية داخل وخارج دولها. الحقيقة ما يحدث في لبنان بشع بشع، ولم نكن نتخيل، وكل السيناريوهات اللي كنا بنتكلم عن توازن القوى ما بين إسرائيل وما بين حزب الله وإيران، الحقيقة واضح ان كلها سقطت. وعايز اقول لحضراتكم وانا حزين وانا بقول ده، زي ما بقول في قنوات عربية تتحدث بلهجة عبرية، وزي ما بشوف ان في دول بتتاجر ما زالت مع اسرائيل الحقيقة، انما كم الخونة والعملاء اللي في اسرائيل اللي في لبنان وفي ايران مرعب. اسرائيل بعد تفجيرات الحرب الكهرومغناطيسية بدأت تتصل بالناس في بيوتها وتقول لهم انت ساكن في الحتة الفلانية طلع او ورينا او 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 او. لبنان وحزب الله مخترقين اختراق غير عادي، اختراق غير طبيعي الحقيقة. يعني اخباري، مصر للطيران بتعلن تعليق رحلاتها لبنان، جيش الاحتلال بيضرب 1600 هدف لحزب الله خلال 24 ساعة، اسرائيل تلوح بالاجتياح البري وتروج لحصيلة العدوان، فتح 90 مدرسة لإيواء النازحين جراء الغارات الإسرائيلية، لجنة مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية في لبنان بتقول أكتر من العدد ده تقريبا النازحين، البيت الأبيض بيحس الأمريكيين على مغادرة لبنان، مستشفيات لبنان تشهد وضعا كارثيا ومصدر طبي الأزمة ستطول، نتنياهو يزعم حربنا ليست معكم يا شعب لبنان بل مع حزب الله، جيش الاحتلال بيعلن اغتيال القبيصي قائد منظومة الصواريخ في حزب الله. كل اللي انا قلته ده ايه حكايته واحنا رايحين لفين؟ معايا صديقنا الدكتور بشير عفتاح الخبير والاستاذ في مركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه. دكتور بشير اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا استاذ سيد وبمشاهديك الكرام. يعني هل كنت تتوقع هذا يا دكتور بشير؟ وهل فعلا احنا نكرر سيناريو غزه وسط صمت جبان الحقيقه ومخزي من العالم ومن المنطقه الحقيقه تعطي ما يشبه الشرعيه لنتنياهو ليفعل كل ذلك؟ الحقيقه يا استاذ سيد انه نتنياهو المح منذ بدايه العدوان على غزه في 8 أكتوبر الماضي بان البدايه ستكون غزه ثم الضفه ثم جنوب لبنان، وألمح إلى أن إسرائيل ستحول جنوب لبنان إلى غزة مكررة عقابا للمقاومة عن كل ما فعلته ضد إسرائيل، وحتى يرفع كلفة المقاومة ضد الاحتلال وضرب الحاضنة المجتمعية للمقاومة سواء في غزة أو في لبنان. الحقيقة إنه نتنياهو يتخلى تماما عن فكرة المسار السياسي ويريد أن يأد وأدا شاملا فكرة حل الدولتين أو الدولة الفلسطينية أو إيجاد نهاية سلمية للصراع العربي الإسرائيلي، ويعتقد أن هذه فرصة مثالية لتصفية القضية الفلسطينية عبر إعادة احتلال فلسطين التاريخية
تهجير الفلسطينيين قسرا أو إجبارهم على العيش داخل دولة يهودية كمواطنين من الدرجة الثانية. أيضا نتنياهو يستغل الانشغال الأمريكي بالانتخابات حتى يناير المقبل موعد تنصيب الرئيس الجديد، فضلا عن ضعف إدارة بايدن. إدارة بايدن عاجزة عن أن تفرض إرادتها على نتنياهو أو تجبره على وقف هذا العدوان ووقف هذا التصعيد، وبالتالي انطلق إلى الأمام يتنقل من جبهة غزة إلى جبهة الضفة إلى جبهة جنوب لبنان حاليا بهدف تغيير المعادلة الأمنية والاستراتيجية كما يقول. هو يريد أن ينهي حرب الاستنزاف التي تشنها إيران مستخدمة أذرعها سواء حزب الله أو حماس أو الحوثي أو الفصائل الموالية لإيران في سوريا والعراق. نتنياهو طبعا يريد أن يعزز شعبيته في الداخل، لأنه أحدث استطلاعات الرأي بتؤكد توافق الإسرائيليين على فكرة إنهاء التهديد الذي يشكله حزب الله وحماس لإسرائيل، ويستغل كذلك الموقف العربي السلبي الذي يتراوح ما بين الشجب والإدانة وإظهار الدعم للبنان من دون أي تدخل قوي أو مؤثر. وبالتالي نحن على شفا حرب إقليمية، على شفا مواجهات عسكرية شاملة، ما لم تتدخل الولايات المتحدة لنجم نتنياهو، لأنه الحرب قد لا تنشأ فقط يا سيد من خلال التصعيد والتصعيد المضاد، وإنما هناك احتمالات الحرب بطريق الخطأ، الحرب بطريق سوء التقدير وسوء الحسابات، وهذا أمر وارد للغاية. نتنياهو يريد أن يستدرج حزب الله وإسرائيل لحربهما غير مستعدين لها وغير راغبين فيها، لكنه يريد أن يبدو بطلا وأنه هو الذي أنهى التهديد الاستراتيجي لإسرائيل، ويعتبر أن الظرف التاريخي مناسب للغاية لإتمام هذه المهمة. دكتور بشير، هل تتوقع حرب إقليمية شاملة، ولا هذا الرهان نتنياهو متأكد منه أنه لن يحدث فيستفرد بغزة أو الضفة أو لبنان على حدة، وهو لا يتعامل مع طرف قوي المواجهة الحقيقية مع إيران، إنما يتعامل مع الطرف الضعيف بكل أدواته التدميرية وترسانته العسكرية، مما يحدث صدمة في تلك الوسط ويرسل رسالة للآخرين بأنه قادر، استغفر الله العظيم، على كل شيء. الحرب التي تدور حاليا يا أستاذ السيد لا زالت حرب غير متماثلة أو غير متناظرة من المنظور الاستراتيجي، بمعنى طيب أنا بستأذنك دكتور بشير، خليك معايا على الطرف الثاني، الدكتور فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان الأسبق. أهلا وسهلا يا فندم. مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. قلوبنا معكم كمصريين يعني في تلك الأزمات الكثيرة جدا، ورغم ما مر بلبنان وبيروت، إنما الحقيقة نحن نعلم أن بيروت أقوى من الزمان وأقوى من المكان وأقوى من التدمير، فإن شاء الله ستتجاوزون كل ذلك. دولة الرئيس الحقيقة يعني كيف وصلنا إلى هذه النقطة، وأين الدعم الإقليمي، وأين الدعم الذي كنا نسمع عنه، وأين إيران، وأين عندما تترك لبنان تنفرد بها إسرائيل حتى هذه اللحظة؟ من أجل أن توضيح الصورة لك ولجميع المشاهدين، لابد لي من أن أذكر بأنني في اليوم الثاني لطوفان الأقصى، أي في 8 أكتوبر 2023، أصدرت بياناً أوضحت فيه بأن لبنان لا يستطيع أن ينخرط أو يزج به في هذه العملية العسكرية، وأوضحت الأسباب لخمسة أسباب: أن لبنان يعاني من أزمة سياسية لا يستطيع أن ينتخب رئيس جمهورية أو أن تتألف حكومة، ويمر بضائقة اقتصادية، ولديه مشكلة النازحين السوريين، وأن هناك عدم رضا من قبل الأكثرية الساحقة من اللبنانيين على الانخراط في هذه الحرب، وخامساً أن لم يعد لبنان ما يسمى شبكة أمان عربية ودولية مثل ما كانت له في العام 2006 عندما اجتاحت إسرائيل لبنان. ولذلك الأسباب قلت أن ليس هناك من مصلحة للبنان أن ينخرط في هذه العملية، ولكن هذا الأمر ذهب كصرخة في واد، وبالتالي قام حزب الله بالتدخل في هذه المعركة على أساس وحدة الساحات، وأنه لا يجوز أن يترك أهل غزة منفردين. والواقع أنه على مدى 11 شهراً مضى، الحقيقة
أن تدخل لبنان وحزب الله في هذه العملية العسكرية لم يضف شيئا أو لم ينقص شيئا من الاجتياح الإسرائيلي لغزة مما تسبب به بهذا العدد الهائل من الضحايا والتدمير المنهجي، وأيضا من الأعمال التي بدأت تقوم بها في الضفة الغربية. والآن وصلنا إلى هنا. الحقيقة أن هذا العمل الذي أقدمت عليه إسرائيل خلال الأسبوع الماضي بعد سلسلة التبادل بالمقذوفات على مدى 11 شهرا الماضية، وصلنا إلى ما قامت به من عمل وحشي غير مسبوق في تفخيخ أدوات الاتصال على مدى يومين، والتي أدت إلى هذا القدر الكبير من الضحايا، إلى جانب ما تسببت به إسرائيل على مدى هذه 11 شهرا الماضية. والآن بعد هذين العملين قامت يوم الجمعة بما أقدمت عليه من ناحية اغتيالات، ومن ثم بدأت هذا العمل التهجيري للبنانيين والتدميري. يوم البارحة سقط قرابة 600 ضحية من الشهداء، وأيضا في هناك قرابة 2000 من الذين تعرضوا للجروحات والإصابات والإعاقات. واليوم وصلنا إلى هنا وإسرائيل مصرة، وبالتالي هذا الأمر لن يؤدي بها إلى ما يسمى إرجاع اللاجئين الإسرائيليين من الحدود الشمالية، فبالتالي هذا الأمر لن يؤدي إلى نتيجة. من جهة ثانية أيضا أعتقد أن حزب الله يجب أن يبدأ ما يسمى إعادة النظر بما قام به من أجل حقن الدماء، لأن من يحكم إسرائيل الآن مجموعة من كما قال عنهم أوكشتاين مجموعة من المجانين الذين يرون أنهم بهذه الطريقة يمكن أن يحققوا نصرا على حزب الله أو على حماس أو على العرب. طيب، حقيقة يعني برغم هؤلاء المجانين وتلك الحكومة المتطرفة الإرهابية الدموية، هناك سيدي دولة الرئيس ما يشبه الإجماع في إسرائيل على أنه بيعوضوا ما خسروه في غزة بنصر يعني يتمنونه في لبنان. هناك في اتفاق تقريبا في إسرائيل، وربما تصنع من هذا الإرهابي نتنياهو بطلا، بينما الحقيقة في لبنان هناك اختلاف كبير جدا جدا حول ما يحدث وحول الهدف، واختلاف مع حزب الله واختلاف مع الحرب، هناك طوائف ومذاهب عديدة جدا جدا، فلبنان غير موحد في لأي معركة أي مقاومة. الشيء الآخر، البعض بيقول دولة رئيس الوزراء الحقيقة أن ما كانت إسرائيل لتفعل ذلك لولا عدد كبير جدا من الخيانات والعملاء سواء في لبنان أو في إيران. ماذا ترى؟ سيدي، بداية إسرائيل الآن تخوض معركة يحاول نتنياهو أن يخلق إجماعاً إسرائيلياً عليها بعد هذه السلسلة من الأخطاء التي ارتكبها، وبالتالي مشكلات تتعلق بالمخطوفين الإسرائيليين لدى حماس. وهذا يسري على نتنياهو، لأن له هماً آخر وهو هم أن يبقى في السلطة، وهذا الأمر يسري عليه الكلمة تقول micro ambitions and macro consequences، مطامح صغيرة جداً لنتنياهو ولكنها تؤدي إلى تداعيات خطيرة. كوارث. على أي حال، هذا الآن لبنان يواجه منفرداً هذه الهجمة الشرسة التي تقوم بها إسرائيل. وهنا أود أن أقول لك هي أن نتنياهو بعمله هذا يؤدي إلى نتائج عكسية، وأيضاً من ناحية ثانية فإن الوعود التي أطلقتها إيران على مدى هذه الفترة الماضية تبخرت بالقول المسؤولين لدى إيران، أن مثل ما قال رئيس الوزراء الإيراني حزب الله منفرداً لا يستطيع أن يقوم بالمهمة، وأن إيران الآن تتمنى أن يصار بدء المفاوضات بينها وبين الولايات المتحدة. يعني فعلياً ما يسمى أن إيران كبرت رأس حزب الله ودفعته إلى إلى إلى
إلى هذه المعمعة على أساس أن ذلك يزيد من قوتها التفاوضية مع الولايات المتحدة، وبالتالي يعني استخدمت لبنان إلى أنه استخدم لبنان واستخدم حزب الله كأحد الأوراق التفاوضية الإيرانية. نعم. مع أمريكا. نعم نعم. وماذا عن ماذا عن العملاء في بيروت وفي بالإضافة إلى ذلك، بالإضافة إلى ذلك فعليا حزب الله تصرف خلال هذه الفترة على أنه جيش، وهذا الجيش عندما في هناك قواعد في العمل في أي عمل طبيعي، كان عمل مدني ولا عمل عسكري، الذي يخوض معركة عسكرية لا يلجأ إلى الوسائل التي يتفوق فيها خصمه عليه. الآن هذه الحرب واضح أن إسرائيل على حزب الله بالقوة وبالقوة الاستخباراتية وأيضا المعلومات التقنية التي يستطيعون الاعتماد عليها، ومن ذلك ما حصل بالنسبة لوسائل الاتصال التي عمدوا إلى تفجيرها، وأيضا من خلال ما يسمى القدرة الاستخبارية الفظيعة التي تبين على مدى 11 شهرا الماضية بأنهم استطاعوا أن يخترقوا كل العوائق والحواجز، وبالتالي كانوا يصطادون أفراد من حزب الله بسياراتهم على دراجاتهم النارية في بيوتهم وهكذا، وهذا أمر خطير يتطلب من حزب الله ومن لبنان أن يعيد النظر في هذا الأمر. ليس من الحكمة أن ننجر ونستمر في هذه المعركة وبالتالي تؤدي إلى المزيد من الضحايا والتدمير وبالتالي بدون أي أفق. هذا الأمر يتطلب فعليا دورا من قبل عدد من المسؤولين في لبنان لمحاولة ما يسمى طرح أمرا جديدا في لبنان يؤدي إلى إعادة الاحتضان، اللي هو إيه شكله الطرح ده يجب أن يعود ليعمل ليكون حزبا مدنيا، وبالتالي أن يخوض هذه المعركة الوطنية من أجل استعادة القدس، ولكن هناك وسائل عديدة. أما أن نستمر بأن نستعمل نفس الأدوات ونتوقع نتائج مختلفة فهذا أمر هذا كلام عاقل جدا من رجل حكيم ورجل عاقل. حضرتك تطالب حزب الله بأنه يعني يعود إلى الواقع ويصبح لبناني ويندمج مع بقية الأحزاب اللبنانية. نعم. طيب دلوقتي بايدن في الأمم المتحدة كان بيتكلم بيقول الحل الدبلوماسي في لبنان لا يزال ممكنا وهو السبيل الوحيد لتحقيق أمن دائم على جانبي الحدود. وفيما يبدو يا دكتور فؤاد أن في النهاية الأطراف تقعد أمن المستوطنات الشمالية الإسرائيلية مقابل أمن الجنوب اللبناني، ده في نهاية الأمر هيكون كده. هل توافق يعني بيضا في أن الحل الدبلوماسي لا يزال ممكنا؟ أنا خليني أكون واضح معك لأنه في هناك سوء فهم للقرار 1701. أنا أعتقد بناية أن لبنان عليه أن يصمم ويدعو من أجل تطبيق حرفي للقرار 1701، والقرار 1701 لا يدعو إلى انتقال ما يسمى المواطنين اللبنانيين ربما من أعضاء حزب الله من مكان إلى مكان. هو يطالب بأن لا يكون هناك من سلاح في منطقة جنوب الليطاني. طبيعي لا نتكلم عن سلاح الفردي بندقية أو مسدس، إما نتكلم عن السلاح الثقيل. القرار 1701 يقول بأنه يمنع على لبنان أن يصار إلى استيراد أسلحة أو نقل أسلحة داخل لبنان لغير السلطة الشرعية ولغير قوى اليونيفيل قوى الأمم المتحدة، وبالتالي أن لا يكون هناك سلاح ثقيل في منطقة جنوب الليطاني. هذا هو القرار والذي لم يطبقه حزب الله، ولكن أيضا لم يطبقه إسرائيل. فأنا أعتقد أنه الآن يجب أن يكون هناك موقفا لبنانيا من أجل الدعوة إلى تطبيق القرار 1701، وثانيا الدعوة من أجل أن يصار إلى انتخاب رئيس للجمهورية، ومن ثم أيضا يجب أن يترافق مع ذلك موقفا عربيا لأجل طرح القضية مجددا. هناك مشكلة ما زالت مستمرة، المشكلة الفلسطينية التي ذهب ضحيتها هذا القدر الكبير من الضحايا الأبرياء، وبالتالي لم يتحقق كل القرارات الدولية التي صدرت على مدى
كل السنوات الماضية، وربما فرصة اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة تبقى فرصة لهذا الطرح المعقول والدبلوماسي والرائع والمعقول اللي حضرتك بتقول لنا عليه. دولة الرئيس بشكرك شكرا جزيلا، شرفتني وكلام شديد الأهمية، كنا في مثل في أمس الحاجة لأننا نستمع إلى هذا الصوت اللبناني الوطني العاقل. بشكرك شكرا جزيلا يا فندم. شكرا لك ولجميع المشاهدين. معلش صديقي وزميلي والدكتور بشير، معلش يعني أعتذر لك، ولكن أرجو التعليق على ما قاله الدكتور فؤاد السنيورة. الحقيقة طبعا يا أستاذ سيد هذا كلام رجل دولة. إشكالية إيران وحزب الله أننا نتحدث عن تنظيم دون الدولة. إيران مشكلتها أنها لا زالت تعيش مرحلة الثورة منذ العام 1979 ولم تنتقل من الثورة إلى الدولة، وكذلك كل حلفاء وأذرع إيران في المنطقة يتصرفون من هذا المنطلق، وتلك هي الإشكالية. نحن في نعيش ازدواجية في لبنان، تنظيم مسلح، قواته العسكرية تفوق قوة الجيش اللبناني، نفوذه السياسي يفوق نفوذ أي فصيل سياسي داخل لبنان، بل إنه يعطل تشكيل الحكومة واختيار الرئيس وأشياء من هذا القبيل. الحل هو الخروج من مرحلة الثورة أو مرحلة الميليشيا إلى مرحلة الدولة والمؤسسات. هذا باعتقادي يحتاج جهد كبير في لبنان الذي لا زال يعاني كما دول عربية عديدة إشكالية ما بعد الاستعمار. حينما تحررت دول عربية عديدة من الاستعمار الأجنبي لم تضع أسس راسخة مؤسسية دستورية سياسية ثقافية للدولة بالمفهوم الحديث كمؤسسات، كاحتكار للقوة القهرية من قبل الدولة دون سواها. لا زال دول عربية عديدة تعاني من الافتقار إلى هذه السمات والركائز الأساسية للدولة. باعتقادي أن لبنان لن يتجاوز محنته تلك إلا بعد أن يدخل مرحلة الدولة الحقيقية، وبعد أن يندمج حزب الله إذا ما أراد أن يكون فصيلا سياسيا، وأن يعني يستغني عن هذا السلاح ويكون في يد الدولة اللبنانية. لكن هذا يتطلب أولا توقف إسرائيل عن التحرش عسكريا بلبنان، وإعادة الأراضي التي تحتلها إسرائيل كمزارع شبعة، والتوقف عن التدخل في الشأن اللبناني. هنالك لن يكون هناك مبرر لرفع راية المقاومة كما يفعل حزب الله والشيء ذاته في فلسطين المحتلة، لأنه حينما نتحدث عن مقاومة مسلحة سواء في فلسطين أو في لبنان، المبرر دائما هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي، لأنه دائما بنقول يا أستاذ سيد أن أصل كل الشرور هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي. أحسنت يا دكتور بشير بجد والله، يعني أشكرك شكرا جزيلا على كل هذا التحليل الرائع الوطني اللي فعلا بيتبنى فكرة الدولة المدنية الحديثة الحقيقة، اللي ليست فيها ميليشيات أقوى من الجيش أو الحقيقة كلام شديد الأهمية من حضرتك ومن دولة فؤاد السنيورة. شاكر فضلكم يا فندم. عندنا قصص إخبارية مهمة جدا ووجهات نظر مهمة قوي بعد هذا الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم، رجعت حضراتكم مرة تانية. فيما يتعلق بأسوبيا أو سد النهضة، أنا واحد من الصحفيين اللي ببقى حريص جدا لأن أعلم خطورة أي كلام يقال وخاصة إذا كان على الهواء، ولكن عندما يأتي كلام من الدكتور رشاد حامد مستشار اليونيسيف لتحليل البيانات عن السر الذي يجعل من انهيار سد النهضة أمرا مرجحا، وذلك بالمقارنة بسد العالي في مخالفة لترجحات البعض،